مباركين ومباركين، ونقول مثل ما قال رسول الله: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير. وانت يا ابن سيف غالي وعلومك ترفع الراس ويدك طويله مع القبائل كلهم، معنا لك الفين ومعنا لك سيف، وانت سيف وابن سيف. اما طال عمرك الشيخ جار الله بن محمد بن زهره يعتذر منك، ما يحسبني الجواد يوم عشره، وعندي بله في الرمله توه شاد، ومعنا منه 3000 ما جوت معنا للحين. هاو عفاكم جميع. مرحبا ومسهلا. مرحبا يا ابن عبيد، والله يصح لسانك، كلامك جزل وعطيتكم جزله. وانت يا ابن عبيد معروف بسلاح ذات البين، ومعروف في القضايا الكبار، وجيتك لنا شرف انت ويا ولدك، والمساد اللي معكم من ابن زهره، ان حاضرين ابن زهره حاضر في الواجبات كلها، وابن زهره يا ربي يطول عمره ويحفظه ويحفظكم، ومرحبا بكم ترحيب المطر، وكرامتكم ذا الليله انتم الحظوظ، ناقتين وعشر من الغنم، وما تقل من قدركم، انتم اللي بيجونا والجماعه، ومرحبا الف. الله يجعل ربي يطول عمرك ويسلمك ويغنيك. واما المبالغ فنعتذر منها، اما الهدايا العينه مقبوله. ومرحبا ومسهلا وتفضلوا. صلوا على النبي، قولوا لا اله الا الله. احنا يا طول الاعمار ما جينا الا نسلم ونعاون ونبارك، ونفعتنا ما هي مردوده. هذا 5000 معنا، لا من ابن زهره ولا منا. مرحبا مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم. عليكم السلام، مرحبا، كيف الحال؟ سلام تحيه.